هنقول مين الناس اللي صيامهم آمن تماما. الأشخاص اللي بيتناولوا أدوية لا تتسبب في هبوط السكر تحت المستوى الطبيعي، ودي في منها أنواع كتيرة دلوقتي جدا، ودول بيبقى ما عندهمش مشكلة بشرط إن هما ما يكونش عندهم مضاعفات. وهنقول إيه هي المضاعفات اللي بتبيح على الإفطار. الأشخاص اللي بيتناولوا ما بيتناولوش علاج بالسكر، في بعض الناس بيتناولوا بس متفورمين فقط، اللي هو بنسميه الدواء التحفظي بتاع السكر او مناسب للسكر، او بياخدوا نظام غذائي فقط لعلاج السكر، ولو ان ده مش صحيح. يعني جميع مرضى السكر المفروض ان هم بيتناولوا علاج. مين بقى اللي عنده محاذير؟ في بعض الناس سبق اصابتهم بغيبوبه نقص السكر 3 شهور قبل رمضان، او غيبوبه كيتونيه 3 شهور قبل رمضان، او غيبوبه ارتفاع سكر بنسميها لا كيتونيه 3 شهور قبل رمضان، او الاشخاص اللي مش بيحسوا بانخفاض السكر تحت مستوى الطبيعي. دول بيبقى الحقيقه في خطوره شديده ان هم يصوموا، لان هو ممكن يدخل في غيبوبه نقص سكر بدون اعراض منذره. يعني غالبا بيبقى في اعراض منذره، يحس برعشه وزغلله في العين وهبوط حاد وعرق غزير وتنميل في الوجه، تنميل في الشفتين، يبتدي يحس ان هو هيدخل في هبوط سكر، يبتدي يلحق نفسه بتناول سكريات. في بعض الناس هذه الاعراض المنذره ما بيحسوش بيها، يوم داخل على طول ان الوعي يبتدي يتاثر، فدول بيبقوا هناك خطوره في صيام. في مجموعات اخرى هناك خطوره في صيامهم. لو قلنا مثلا الشخص المسن اللي عايش لوحده وبيتناول انسولين او بيتناول ادويه سكر بتؤدي الى انخفاض سكر تحت المستوى الطبيعي، بنخاف عليه ان هو يحصل له هبوط وهو عايش لوحده. شخص تاني مسن عنده اللي بنسميه خرف الشيخوخه، اللي هو بيتسمى عاميا اللي هو الالزهايمر، ده اصلا فرض الصيام سقط عليه جينيا لان هو غير واعي، هتلاقيه ما بيصليش، هو مش عارف الفروض دي بيعملها ليه، ودول موجودين ونسبتهم ابتدت تكبر طبعا مع تطور العمر. يعني احنا عارفين ان متوسط الاعمار زاد، فابتدى يبين مشاكل ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده، مشاكل صحيه منها السكر لان ابتدت الاعمار تزيد، ومنها ايضا خرف الشيخوخه. في بعد كده السيدات الحوامل، سيدات الحوامل المصابات بالسكر دول ممنوع يصوموا اطلاقا. ونتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى اباح للسيده الحامل الغير مصابه بالسكر انها تفطر، طبعا ده كان له حكمه، ولكن ايضا بقى اذا كانت مصابه بالسكر فيجب عليها ان لا تصوم. المرضعه، المرضعه لو كانت بتتناول انسولين بيبقى هناك خطوره في صيامها لان ممكن يحصل هبوط في السكر، ولكن اذا كانت بتتناول اقراص فبنقول لها خدي وجبه قبل الارضاع على طول او اثناء الارضاع او بعد الارضاع على طول حتى تتجنبي الاصابه بهبوط بالسكر. الاشخاص اللي هم سكر من النوع الاول اللي هم بيتناولوا انسولين 4 مرات في اليوم برضو بيبقى هناك خطوره في صيامهم، لان هذا الشاب او في بعض احيان سنه صغير حتى في مرحله الطفوله بيبقى محتاج ان هو ياكل على فترات منتظمه وياخد انسولين مع هذه الفترات، واغلبهم كمان ما بيكونش مظبوط. ولكن هناك بعضهم بيستخدم بقى التكنولوجيا الحديثه اللي هي ارجو ان هي او نرجو احنا كمجتمعنا انها تنتشر، اللي هي مضخات الانسولين. مضخات الانسولين اذا كان حد بيستخدمها او بيستخدم معاها الانذار الحساس اللي هو بيتركب بيديني انذار لو السكر نزل، لو كان بنستخدم هذه التكنولوجيا طبعا ممكن ان احنا نصوم الشباب اللي عندهم سكر من النوع الاول. الاشخاص بقى اللي سبق لهم الاصابه بتجلطات القلب او تجلطات المخ 6 شهور قبل رمضان بنقول ان هناك خطوره في صيامهم. اشخاص اللي عندهم قدم سكري، اشخاص اللي عندهم اضطراب في ضربات القلب برضو يرجع لطبيبه لان بعض الاحيان بتبقى خطوره الصيام كبيره. الاشخاص اللي عندهم هبوط حاد في القلب او درجه متقدمه من هبوط القلب او مشاكل الصمامات برضو اذا كان في درجه متقدمه منها، او تكرر نوبات القلب اللي هي بنقول دي في الشرايين التاجيه لو كانت متكرره ومش حالتها غير مستقرة برضو بيبقى فيه مشاكل.
الأشخاص اللي عندهم اعتلال في الكليتين ابتدت وظائف الكلى تعلى وابتدى يبقى فيه مشاكل، دول كلهم بنقول إن هناك خطورة في الصيام بتاعهم. طبعا بنرجع لطبيب المعالج بتاعنا قبل رمضان بيظبط لنا جرعات العلاج. في انواع من العلاج نقدر ناخدها بدون ضبط في الجرعه لان هي امنه مع الصيام، لكن في انواع تانيه زي مجموعات السلفونايل يوريا او الانسولين بتبقى محتاجه لضبط الجرعات قبل رمضان. خلال رمضان المفروض ان احنا نهتم بالتحليل بالذات لو كنا بناخد ادويه اللي هي قد تتسبب في هبوط سكر.